فضيلة الشيخ وفقكم الله، أهل السودان من أين يحرمون؟ هل يحرمون من البحر أم من جدة؟ يحرمون من الجحفة، يحرمون من الجحفة لأنهم يجون حاذين للجحفة، إن جاءوا من الشمال فهم حاذين للجحفة، يحرمون من البحر إذا حاذوا الجحفة، وإن جاءوا من الجنوب يحرمون من محاذاة السعدية يلملم المحاذاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وإن جاءوا من السودان إلى جدة لم يحاذوا ميقاتا، مثل يقولون أهل سواكن، سواكن من السودان وهي محاذيه الجدة من الغرب، واللي يجي منه ما يمر على مواقيت، هذا يحرم من جدة يقولون. نعم.